يسعد صباحكم طلاب الصف الثاني. اليوم عندنا مادة الرياضيات، اليوم رح ناخذ الدرس الثالث وهو الجمع. اليوم هو الاثنين، تاريخ اليوم هو 23/11 لعام 2020. عندنا الدرس اليوم كتير حلو يا مس، وكتير سهل، كتير كتير سهل. عندنا الجمع الأعداد من ثلاث منازل، حكينا أحاد، عشرات، مئات. خليني أنا معطيتكم مجموعة من الأمثلة، خلينا نتعرفها مع بعض كيف بدنا نحلهم. عنا المسألة الأولى هي 345 زائد 253، زي ما حكينا هذا اسمه إحنا شايفينه قدامنا هو جمع أفقي. جمع أفقي بدنا نبلش من أي منزل يا مس؟ من منزلة الأحاد، أحاد، عشرات، ومئات. بنبلش نجمع منزلة الأحاد، ثلاثة زائد خمسة زائد ثلاثة كم يعطينا؟ خمسة، نكتب هنا خمسة. أربعة زائد خمسة، ننتقل لمنزلة العشرات، أربعة زائد خمسة كم يعطيني؟ تسعة، أحسنتم. ومنزلة المئات، ثلاثة زائد اثنان كم يعطيني؟ خمسة. إذا الجواب طلع لنا 595 زي ما أنا حليت يمس. بلشت منزلة الأحاد، عشرات، ثم مئات. ما بصير أحل مئات، عشرات، أحاد، لا يمس، بنحل أحاد، عشرات، ومئات بالترتيب. ننتقل للمسألة الثانية، 503 زائد 242، زي ما حكينا من أي منزل بنبلش؟ منزلة الأحاد. يلا، 3 زائد 2 يعطيني العدد 5، و 0 زائد 4 يعطيني العدد 4، أي عدد بجمعه مع الصفر بعطيني العدد نفسه. 5 زائد 2 كم يعطيني؟ العدد 7، بطلع عندي الجواب 745. ننتقل للمسألة الثالثة، 672 زائد 103، يلا نبلش منزلة الأحاد، 2 زائد 3 يعطيني العدد 5، 7 زائد 0 يعطيني العدد 7، و 6 زائد 1 يعطيني العدد 7، 775. هلا رح ننتقل للجمع الأفقي، هذا اسمه جمع أفقي. يلا، كيف أنا حكيت لكم بدنا نجمع؟ نبلش منزلة الأحاد، 344، شو بعمل؟ بحط شحطة، شحطتين، ثلاثة، ومئتان وخمسة وثلاثون، شحطة، شحطتين، ثلاثة. بنبلش نجمع منزلة الأحد، وين منزلة الأحد؟ هي أربعة زائد خمسة كم يعطيني؟ تسعة. ثم منزلة العشرات، أربعة زائد ثلاثة كم يعطيني؟ سبعة، أحسنتم. وثلاثة زائد اثنان خمسة، بطلع عندي الجواب 579. ننتقل للمسألة اللي بعدها، 733 زائد 150، يلا خط تحت الأحاد والعشرات والمئات، منبلش. 3 زائد 0 كم يعطيني؟ 3، 3 زائد 5 8، أحسنتم. و7 زائد 1 أيضا يعطيني العدد 8، 883. ننتقل لآخر وحدة، 442 زائد 325، يلا نحط تحت المنازل زي ما عودتكم يا ناس، ونبلش منزلة الأحاد، 2 زائد 5 7، 4 زائد 2 6، و 4 زائد 3 7، بطلع الجواب عندي 767. سهل يا مس، جمع عادي، ببلش بالترتيب أحاد، عشرات، مئات، وبجمع، ما بده أي شيء. هلا هون أنا لما أعطيتكم الجمل المفتوحة كثير سهل، رح أعلمكم طريقة كثير سهلة. ثلاثة مربع مربع زائد مربع خمسة أربعة، الجواب 6 9 8. كيف بدي أحل؟ في حال الجمع يا مس، لأنه هلا رح نتطرق للطرح بعدين، هلا عندي الجمع، شو بدي أعمل؟ شايفين الأربعة والثمانية؟ شو بعمل؟ بوصل الأربعة للثمانية، بدعس على الأربعة وبكمل للثمانية. دعسنا على الأربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، كم طلع على إيدي؟ طلع على إيدي أربعة، إذا بكتب أربعة. برجع بعيد، في حالة الجمع يا مس، للجمل المفتوحة زي هيك، بمسك الرقم وبدعس عليه وبكمل للعدد الأكبر اللي هو العدد اللي تحته اللي هو الثمانية.
أربعة دعسنا عليها أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، كم طلع على إيدي؟ أربعة، إذا بكتب أربعة، إذا أربعة زائد أربعة يعطيني العدد ثمانية. ننتقل للعشرات، مربع زائد خمسة تسعة، نمسك الخمسة ونوصلها للتسعة، يلا ندعس على الخمسة ونكمل للتسعة، ستة، هلا ما بحكي خمسة، لا ما أنا دعست على الخمسة، شو بعد الخمسة؟ ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، كم طلع على إيدي؟ أربعة، إذا بكتب أربعة، إذا أربعة زائد خمسة يعطيني العدد تسعة. ننتقل نزلة المئات، ثلاثة زائد مربع ستة، نمسك الثلاثة ونكملها للستة، ادعسوا على الثلاثة، كملوا للستة، شو بعد الثلاثة؟ أربعة، خمسة، ستة، كم طلع؟ ثلاثة، إذا بكتب ثلاثة زائد ثلاثة يعطيني العدد ستة. ننتقل للمسألة اللي بعدها، 452 زائد مربعات والجواب 987، يلا عندي زائد، بس في حالة الزائد بعمل هيك، بمسك التنين وبوصلها للسبعة، ادعس على التنين وكمل للسبعة، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، كم طلع؟ خمسة، إذا تنين زائد خمسة يعطيني سبعة. ننتقل لمنزلة العشرات، خمسة زائد مربع يعطيني العدد ثمانية، ندعس على الثمانية على الخمسة ونكمل للثمانية، ستة، سبعة، ثمانية، كم يطلع عندي؟ ثلاثة، إذا خمسة زائد ثلاثة يعطيني ثمانية. ننتقل لمنزلة المئات، أربعة زائد مربع تسعة، نمسك الأربعة ونكملها للتسعة، ادعسوا على الأربعة وكمل للتسعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، كم طلع على إيدي؟ خمسة، إذا أربعة زائد خمسة تسعة. ننتقل لآخر مسألة، زائد مربع 324 والجواب 589، في حال الزائد يا مس، بمسك في الجمل المفتوحة، بمسك العدد وبوصل، بدعس على الأربعة وبكمل للتسعة، ادعس على الأربعة، ادعست على الأربعة، كمل، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، كم طلع على إيدي؟ خمسة، إذا خمسة زائد أربعة يساوي تسعة، بكمل للعدد اللي عندي، مش بضل مكمل يا مس، بوقف عند الجواب. تنين زائد يساوي ثمانية، نمسك التنين ونكمل للثمانية، ادعس على التنين يلا وكمل للثمانية، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، كم طلع على إيدي؟ ستة، إذا ستة زائد تنين يعطيني ثمانية. منزلة المئات، مربع زائد ثلاثة خمسة، نمسك الثلاثة ونكمل للخمسة، ادعس على الثلاث كمل للخمسة، أربعة، خمسة، كم طلع؟ تنين، إذا تنين زائد ثلاث يعطيني خمسة.